الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فرد إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. لا إله إلا الله سبحانه وبحمده، لا يحصي عدد رحمته، ولا يؤدي حق شكره، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواقفون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها، جميع المخلوقات، ونصبت لأجلها الموازين، ووضعت الدواوين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أمينه على وحيه، وقيلته من خلقه، أشرف من وضع الحساب عليه، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين. صلاة الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين، وأصحابه المنتقبين، وخلفائه الراشدين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسعد اللحظة في حياة العبد يوم يترك مسامعه وذكر الله، يوم يطمئن قلبه بذكر الله، يوم يطمئن قلبه بقول الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معشر الطلاب، حي الله وجوههم، أقدرت على الله فجعلت حياتنا كلها لله، فهنيئا لنا من قلوب تأذر، إلى ذكر الله، فتسكن وتسعد بإذن الله، هنيئا لأسمع فاءت بذكر الله، فتذللت بقول الله وقول رسول الله، هنيئا لأبصار فنعمت بمجادة من يذكر الله، هنيئا لنا من أقدار فنعمت بقرآننا إلى ذكر الله. هنيئا لكم يوم يرجى لكم أن تمتلكوا المغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم بالحسنات بإذن ربكم. هنيئا لكم تذكرون في ملأ خير من ملائكم، ملائكة تقف ورحمة ترجى وسكينة تنزل. أسأل الله أن يجعلنا من الباقيات الصالحات، وأن ينفعني بها يوم القيامة ويسمع بها من إخواني، وأن يجعلها من أعمال التي لا يكفر عني مكروها، وأن يجعلها سترا في يوم الحسرات على ضياع الأوقات في غير طاعات، يوم ينفخ العبد بشحمه ولحمه ودمه وعصبه وشعره وأطفاله. لا يخفى على الله من وقاته، والضمير مكشوف، والقلب مكشوف، والتحيطة مكشوفة، والتاريخ مكشوف. لا يخفى يومئذ تعرضون